أقوم برسم الصورة الشخصية بالخيط والمسمار اللي هو اسمه فن الفيلوغرافيا، فن التشبيك بالخيط والمسمار، سترينج آرت. قدرت أوصل لهذا المستوى، يعني أكثر من 100 لوحة مارستها وفشلت فيها إلى أن الحمد لله وشكر وصلت للمرحلة اللي اتقنت هذا الفن. هذا الفن على مستوى العالم نادر الوجود، الفنانين قليلين جدا، أما على مستوى العراق فما متوفر نهائياً.